للحديث عن هذا الموضوع معي عبر الهاتف سعادة المستشار راشد محمد بونجمة، الأمين العام لمجلس النواب، أمين سر الشعب البرلمانية في مملكة البحرين. سعادة المستشار، أهلا بك في نشرة الأخبار. نود التعرف منك على آخر المستجدات فيما يتعلق بالاستعدادات لاستضافة اجتماعات الجمعية العامة 46 بعد 100 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة. مرت أشهر منذ الإعلان عن انعقاد هذه الاجتماعات، أين وصلت التجهيزات والترتيبات لاستضافته في مارس المقبل؟ مساكم الله بالخير جميعا. مساء النور. نشكركم على الاستضافة. طبعا في البداية نحب نعرف سادة المشاهدين والمستمعين على ما هو الاتحاد البرلماني الدولي. طبعا الاتحاد البرلماني الدولي هو منظمة دولية تهدف بشكل أساسي لتشجيع الديمقراطية العالمية وحمايتها. تتألف هذه الاتحاد والجمعية من 178 برلمان، هم برلمانات العالم المشاركين في هذا الاتحاد. طبعا احنا في مملكة البحرين تقدمنا باستضافة هذه الفعالية في 22، كان في اجتماعات اتحاد في اندونيسيا في بالي، والحمد لله حصلنا على موافقة من المجلس الحاكم بأغلبية الأعضاء، وهي كان لأول مرة يوافقون بالأغلبية استضافة مملكة البحرين. وأحب أود أن أشير في هذه أن اللجنة التنفيذية أوصت على الموافقة على هذه الاستضافة في مملكة البحرين. طبعا بعد ما حصلنا على هذه الموافقة تم إصدار قرار تشكيل لجنة وطنية برئاسة سعادة العضو جمال فخرو نائب الأول لرئيس مجلس الشورى، وعقدنا اجتماعات مطولة في التحضير لهذه الاستضافة. نعم. طبعا تم إشراك حلبة البحرين في ترتيب مثل هذه الاستضافة اللي ما لها دور وباع في تنظيم مثل هذه الفعاليات الضخمة. وإحنا اليوم إن شاء الله يعني العام الجاري على قدم وساق لترتيب لهذه الاستضافة. طبعا هذه الاستضافة تعني لنا الكثير، خاصة أنه حدث برلماني مهم جدا. نعم، أنا أريد أن أسألك عن أهمية هذه الاستضافة لمملكة البحرين للتجربة الديمقراطية البرلمانية في مملكة البحرين. ماذا يعني لمجلس النواب ومجلس الشورى، ماذا يعني لمملكة البحرين استضافة هذا التجمع البرلماني الدولي الأكبر على مستوى العالم؟ طبعا هو حدث حدث برلماني دولي مهم. نعم. جدا، لأن الاستضافة تعزز المكانة المرموقة اللي تحظى بها مملكة البحرين في المجتمع الدولي. وهنا أحب ألفت النظر إلى نقطة مهمة، وأن طلب البحرين بالاستضافة يعني كان يعني تقريبا هو ثاني دولة خليجية تستضيف هذا الحدث العالمي. لا ننسى أن الموضوع اللي راح يناقش فيه هذا المؤتمر أو الجمعية العامة تحت عنوان تعزيز التعايش السلمي و مجتمعات الشاملة ومحاربة التعصب، يعكس واقع البحرين المشرف في هذا المجال، وسوف يسلط الضوء على تجربة البحرين الرائدة أيضاً في مجال التعايش السلمي من خلال احتضانها للمؤتمر، واللي سوف يكون إن شاء الله منصة لتعزيز التعاون البرلماني في مملكة البحرين وثقافتنا في هذا المجال إن شاء الله. نعم، شكرا جزيلا لك سعادة المستشار راشد محمد بونجمة، الأمين العام لمجلس النواب وأمين سر الشعبة البرلمانية.